أهلا بكم. حظيت التظاهرات المستمرة في العراق بتفاعل واهتمام دولي لافت منذ بداية انطلاقتها في الأول من تشرين أول الماضي. تصاعد هذا الاهتمام الدولي في الآونة الأخيرة بالتظاهرات، لا سيما بعد استمرار القمع الحكومي لهذا الحراك، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد نحو 1000 متظاهر وإصابة أكثر من 25,000 آخرين، حيث تجلى هذا الاهتمام الدولي بعدد من المواقف الرافضة والمدينة للقمع الحكومي، كما جاء في بيان مشترك ل16 سفيراً غربياً معتمداً في بغداد. والبيانات المستمرة للأمم المتحدة ولمنظمتي هيومن رايتس ووش والعفو الدولية وغيرها الشاجبة للبطش والتنكيل الحكومي والميليشياوي بالتظاهرات السلمية في العراق. تصاعد الاهتمام الدولي بالتظاهرات في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف استطاع المتظاهرون في العراق إثارة واستدعاء اهتمام المجتمع الدولي ومنظماته بحراكهم السلمي والتفاعل معهم؟ وهل يرتقي هذا الاهتمام الدولي المتصاعد بتظاهرات العراق إلى خطورة ما يتعرض له المتظاهرون السلميون من انتهاكات وقتل شبه يومي؟ ولماذا لم تردع المواقف الدولية الرافضة والمدينة للقمع الحكومي والعنف الحكومي الحكومة عفوا وميليشياتها عن مواصلة جرائمها وانتهاكاتها ضد المتظاهرين؟ وهل يمكن أن تقوض ممارسات القتل الحكومي اليومي الدعم الدولي السخي الذي حظيت به العملية السياسية منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ وهل يتوقع أن تتطور هذه المواقف الدولية من بيانات الإدانة والشجب والرفض فقط في الوقت الحاضر إلى إعادة النظر بالاعتراف بهذا النظام الميليشياوي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، صباح المختار. 4 أشهر من التظاهرات المستمرة في العراق كانت كفيلة بتحويل ثورة تشرين إلى حدث إقليمي وعالمي، وأدخلت البلاد في مرحلة جديدة قد تكون بداية النهاية لعقد ونصف من الاستبداد والفساد. العراق الذي لم يهدأ أهله منذ الغزو الأمريكي، نكبات متلاحقة وانهيار متسارع في كل مجالات الحياة. يتصدر لائحة الاهتمام العالمي، فتتحرك الدول بعد تأني لتحميل الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين. 16 دولة غربية أدانت بشكل مباشر الإفراط الحكومي والميليشياوي في قتل وجرح واعتقال وخطف المتظاهرين. منظمات عالمية ومؤسسات حقوقية وإنسانية دقت ناقوس الخطر بعد ازدياد أعداد شهداء التظاهرات وجرحاها. هذه الإدانات تمثل بداية تحول سياسي في علاقات الدول الغربية مع حكومة بغداد، لا سيما بعد ارتمائها بشكل كلي بالحضن الإيراني وتنفيذ أجنداته في ظل صراع المصالح بين واشنطن وطهران. لكن هذا التحول لم يأتي من فراغ، وإنما بفضل جهود المتظاهرين وقدرتهم على إقناع المجتمع الدولي بشرعية مطالبهم التي تغاضى عنها طويلاً. سلمية الحراك كان لها الدور البارز في إحراج العالم وإجباره على الاعتراف بحقيقة وطنية العراقيين والرسالة الإنسانية لثورتهم. فرغم شدة القمع الذي تعرضوا له، لم يثبت أن حملوا سلاحاً أو أحرقوا مؤسسة حكومية، وهذا ما زاد جنون السلطة التي تبحث عن أدنى ذريعة لتبرير جرائمها ضد الشعب الثائر. ثورة تشرين ثورة طلاب الجامعات والأكاديميين والمبدعين والفقراء والأغنياء رجالا ونساء، تقدم كل يوم صورا جميلة ومواقف جليلة من التعاون والتنسيق الوطني والفعاليات السلمية. كل ذلك ينم عن وعي سياسي وحس وطني لشعب علمته التجارب المرة وصقلت ثقافته النكبات المتتالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مرة أخرى، في الحلقة من طاولة حوار، والتي سنبحث فيها تصاعد الاهتمام الدولي بالتظاهرات في العراق عبر بيانات الإدانة والشجب والرفض للقمع الحكومي ضد المتظاهرين السلميين. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي،
وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا معنا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هناك الكثير من البيانات من الأمم المتحدة، بيانات مستمرة عن إدانة القتل، مطالبة بإيقاف القتل، بملاحقة قتلة المتظاهرين في العراق. هناك بيان ل 16 سفير غربي موجود في العراق تحدثوا عن رفضهم لاستمرار هذا القتل يتعرض إلى المتظاهرون، وبيانات المنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووش والعفو الدولية وطبعا غيرها. إذا هذه البيانات أو هذه المواقف، يمكن الحديث الآن عن موقف دولي سواء فردي عن طريق الأمم المتحدة، مواقف دولية متصاعدة ومهتمة أكثر بالتظاهرات في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني لكي تكون الصورة واضحة علينا أن نقول أنه كل دول العالم الآن مؤثرة ومتأثرة بالمحيط الإقليمي والبعيد والدولي، نعم، بسبب علاقاتها، علاقات الجيرة الجغرافية، علاقات التجارية، علاقات المجتمعية، بسبب مصالحها التي في الدول الأخرى ومصالح الدول الأخرى عندها، بسبب وجودها الجغرافي كممرات لمصالح دول أخرى ووجود الدول الأخرى كممرات لمصالحها في دول أخرى. فبالتالي الدول الآن ما عادت في العالم جزر متباعدة منفصلة عن بعضها، الدول كلها مرتبطة بعلاقات، بمصالح، بتخادمات. العالم صار قرية صغيرة. نعم. نعم، مثل ما يقولون في الاتصالات، وهو نعم. واقع الحال أيضا في كل شيء، نعم، صار بهذا الشكل. وإذا ما جئنا الحديث عن بلد مثل العراق، العراق بجغرافيته، بتاريخه، بجغرافيته، هو يقع في منطقة مهمة جدا، وهو ممر باتجاه أوروبا واتجاه آسيا واتجاه دول كثيرة، موقع الجغرافي، موقع الحضاري والتاريخي، إضافة إلى ثرواته، إلى ما يختزنه من ثروات، وخاصة الطاقة، النفط، ما يحتاجه العالم، يحتاجه إلى على الأقل يعني 50 سنة القادمة ستبقى حاجة العالم قائمة لهذه المادة المهمة اللي موجودة في العراق، والعراق يشكل واحد من الدول المهمة في الخزين الاستراتيجي لهذه المادة، نعم، اللي هي النفط. فبالتالي ما يحدث في العراق تتأثر به الدول الأخرى، وتأثرها نسبي حسب مصالحها، لكن في العراق ربما التأثيرات قوية. عندما حصلت ثورة تشرين في العراق كانت الاستجابة بطيئة، مثل ما يعني يرصد الكثير، الاستجابة بطيئة في تأثر العالم الغربي والإقليمي فيما يحدث في العراق. وإحنا نتحدث عن يعني ربما التأثر الإقليمي ما زال ضعيفا، ما زال غير ملموس، نعم، عدا العلاقة الإيرانية، هذا غير شكل. لكن عالميا وحتى الأمم المتحدة كمنظمات ودول تأثرها بدأ ضعيفا، بحركة ربما كانت خجولة في البداية، كانت على استحياء في بدايتها، كانت إلى جانب الحكومة، وبالتالي بدأت في استحياء مع ازدياد القمع، مع ازدياد التضحيات، مع ازدياد الشهداء، سقوط الشهداء، مع ازدياد مساحة التظاهرات وتعمق هذه الثورة وظهور شعاراتها وظهور إصرار العراقيين على أنهم ماضون في تحقيق نتيجة معينة، أهداف معينة، لديهم أهداف معينة. فبالتالي بدأ العالم يتحرك بهذا الاتجاه ليتأثر ويؤثر في هذه الثورة. من هنا وبعد هذه يعني مسيرة ما يقرب 4 أشهر، وجدنا لمسنا كثير من البيانات صدرت عن الأمم المتحدة، عن دول أوروبية، عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي غزت العراق عام 2003، عن كثير من الدول. البعض، الكثير من عندنا يجد أنه هذه وحتى الثوار في الساحات يجدون أنه هذه البيانات ما زالت لم ترتقي لحد الآن لمستوى الطموح، ما زالت دون مستوى الطموح. اسمح لي، سنتحدث عن
هذا الموقف الدولي المتصاعد هل ارتقى إلى خطورة الوضع في العراق، خطورة ما يتعرض له المتظاهرون؟ إن شاء الله سنناقش هذه النقطة. نتوجه إلى ضيفنا الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور ويانا. حياكم الله وضيفك يا أستاذ ماجد. دكتور، يعني كيف استطاع المتظاهرون أو كيف تسنى لهم إثارة أو استدعاء إثارة الاهتمام، استدعاء الاهتمام الدولي بهذا الحراك المستمر، حراكهم المستمر منذ 4 شهور، بحيث هناك بيانات شبه يومية من الأمم المتحدة، من بعثة يونامي، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر هيومن رايتس ووش، سفراء لقوى دولية غربية. قبل فترة كان هناك بيان لبريطاني، ألماني، فرنسي، قبل يومين بيان ل 16 سفير غربي معتمد في العراق مهتم بالتظاهرات رافض للقمع الموجود. كيف نجح المتظاهرون في تسويق قضيتهم، قضية التظاهرات عالميا؟ حياكم الله أخي الكريم. بالنسبة للمظاهرات في العراق، نجاحها الفريد من نوعه هو أنه كان منذ اليوم الأول أنه فاجأوا العالم كله، فاجأوا أحزاب السلطة الفاسدة، فاجأوا البرلمان، فاجأوا العملية السياسية برمتها، فاجأوا أيضا مرجعية النجف، فاجأوا الميليشيات، فاجأوا إيران، فاجأوا الجميع، لأن هذه المظاهرات هي الأضخم والأهم والأخطر على النظام السياسي منذ غزو العراق منذ 2003. لذلك كان التخبط في التصرف كان عنوانا لكل هذه الجهات، وحتى المواقف الدولية كانت في بداية الانتفاضة متابعة ومنتظرة إلى ما ستؤول إليه الأمور. لذلك أول خطوة في الاستدعاء الدولي هو كان عنصر المفاجأة، عنصر مهم لجلب الانتباه واستدعاء الانتباه. أيضا استمرار المظاهرات بحشود كبيرة جدا كانت عاملا مهما في استدعاء الاهتمام الدولي. ايضا السلميه في هذه الحشود وفي هذه المظاهرات رغم القمع والمجازر المرتكبه بحقهم، تجد حشود كبيره غطت بها ساحات وميادين بغداد والمحافظات المنتفضه. اما حجم القمع والانتهاكات الكبيره بحقهم كانت كبيره جدا، فهذا عامل مهم، هو عامل السلميه في جذب وجلب الاهتمام الدولي. وهذا يعني أن الرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها وصلت للعالم، وهي أن المتظاهرون مصرون على مواصلة المشوار إلى أن تطالب وإزاحة الفاسدين جميعا واسترجاع من هذه العصابة، عصابة القمع والإجرام والنهب. أيضا هناك عوامل أخرى، من أهمها هناك عامل إفزاع الميليشيات والحكومة، حتى مرجعية النجف أفزعتهم ثورة القمصان البيضاء، ثورة الطلاب، الدعم الكبير الذي حظيت به هذه الثورة، ثورة الطلاب التي الذين شاركوا في المظاهرات وبامتياز وبفعاليات جميلة وكانت رائعة جدا، هتافات متميزة جدا، حتى أن شعارهم أصبح هو أيقونة الثورة، ماكو وطن ماكو دوام. إذن عوامل مهمة دفعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام في المظاهرات هي أولاً حشود الإصرار على المطالب، السلمية في المظاهرات، المشاركة الطلابية، وأيضاً كان هناك شيء يتجدد لدى المتظاهرين، ابتكار الوسائل في التصعيد السلمي. أيضاً هناك أمر مهم ربما لا ينتبه إليه الكثير، وهو الحاضنة الشعبية اللي تساعد الثوار، سواء كانوا من الأنبار، من نينوى، من كركوك، من سامراء، من ديالى، من أربيل، تمثلت هذه الأمور كلها بأن تكون الدعم اللوجستي والإعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا هنا لابد أن نثني وأن نثبت أمر لابد من تسليط الضوء عليه، أن هيئة علماء المسلمين كانت أول داعم لهذه الثورة ولهذه الانتفاضة منذ اليوم الأول، ومنذ أيامها أيام الانتفاضة كانت هيئة علماء المسلمين صدرت بيانات وصدرت تصاريح واستخدمت كل ما تملك من إعلام
في إيصال الحقيقة للعالم بعد أن حاولت الحكومة وأحزاب السلطة أن تحجم على الإعلام ولا تظهر حقيقة الثورة إلى العالم الخارجي. نعم. نتوجه إلى لندن ومع ضيفنا هناك رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار. مساء الخير. مساء الخيرات. هناك اهتمام بلا شك بالتظاهرات في العراق، بالقمع الذي يتعرض له المتظاهرون من قتل. هناك حوالي 1000 شهيد، أكثر من 25,000 جريح، هناك خطف، هناك تغييب، هناك معوقين من المتظاهرين، وهناك أيضا الحقيقة بيانات لا بأس بها جيدة من المنظمات الحقوقية كالهيومن رايتس ووش، العفو الدولية، حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها بيان توثق يعني مثل هذه الانتهاكات والجرائم. بما أنه أنت يعني ضمن الاختصاص الجانب القانوني والحقوقي، تعتقد أنه هذا كافي؟ تعتقد أنه هذه المنظمات الدولية قد أبرأت الذمة بهذه البيانات يعني المتلاحقة؟ لا، هذا لا يكفي الحقيقة. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن المأساة العراقية لم تحصل نتيجة لكارثة طبيعية، وإنما كانت بقرار من أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية وسكوت الأمم المتحدة، فالجريمة التي حصلت في العراق ارتكبتها الدول الغربية. هذا إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار. النقطة الثانية التي جديرة بالاهتمام هي أن العالم الغربي في الحقيقة لا يهتم بالعالم الآخر. هناك تعارض في المصالح بين الغرب والشرق، هناك تعارض بين أوروبا وأمريكا من جهة والدول العربية والإسلامية من جهة ثانية، ولكن بالرغم من كل هذا الصمود الذي أظهره الشباب العراقيين والتضحيات التي قدموها والالتزام الدقيق بالسلمية والصور التي يقدمها الشباب في المقابلات الدولية والإعلامية سواء كانت على وسائل الإعلام العربية أو الغربية، أظهروا تقدما في التفكير وتقدما في السلوك، بحيث أظهر للعالم أنه أولا هذه انتفاضة وهذه تقوم نتيجة لإساءة استغلال السلطة في العراق سواء كانت السلطة التشريعية البرلمان أو السلطة القضائية القضاء غير المستقل أو الحكومة، إضافة إلى الفساد والجرائم الأخرى. الشهداء الذين ذهبوا يشعر العالم جميعا سواء كانت الدول الأوروبية وأمريكا أو بقية أنحاء العالم، يشعرون بالخجل من أن ضحايا بهذا العدد الكبير قد ذهبوا دون مبرر، وقد ذهبوا وهم يطالبون بشيء مشروع تقبله كافة المفاهيم الدينية والقانونية والسياسية والدولية. هؤلاء الشباب يريدون القضاء على الفساد، يريدون أن تكون هناك دولة قانون، يريدون أن تكون هناك دولة ترعى المواطن. الدولة في العالم كله مسؤولة عن حماية المواطن. المسألة يتصور الجميع أن أو على الأقل كثير من الناس يعتقدون أن من يقتل من الشهداء والحكومة لم تقتلهم، والحديث عن أشخاص وأطراف ثالثة وإلى آخره من هذا الكلام، يعتقدون أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الأمر، وهذا غير صحيح. واجبات الدولة هي حماية المواطن، ولهذا تحدث إذا سمحت تحدث قبل يومين رئيس الحكومة عن معاملة أو رعاية أبوية للمتظاهرين عادل عبد المهدي، تحدث أن الحكومة الآن تقوم أو تنحو أو تسلك سلوك الرعاية الأبوية للمتظاهرين. لقد كان هناك استخفاف بهذا التصريح في وسائل الإعلام الغربية. هناك إحدى الصحف أشارت إلى ما قاله عادل عبد المهدي وقالت إذا كانت هذه هي الرعاية الأبوية فما هي الرعاية التي يقدمها الجلاد للضحية؟ هذه السمة التي أظهرت الحكومة العراقية أمام العالم بأنها لا تستحق التأييد. يعني حينما يكذب البرلمان على نفسه وعلى الشعب وعلى الحكومة، وحينما يكذب رئيس الجمهورية، وحينما يكذب رئيس الوزراء مستقيل ولا غير مستقيل، وحينما تهدد الميليشيات رئيس الدولة وممثليها يحضروا اجتماعات مع ترامب، هذا المظهر العالم رآه أمام عينه. وبالتالي الدولة الحكومة العراقية سواء كان سلطاتها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية
أظهرت للعالم أنها غير جديرة بأن تكون حكومة وأن تكون سلطة. إضافة إلى ذلك أن الشباب يطالبون بحقوقهم، هؤلاء أبناء الشعب، هؤلاء بعد القضاء على الانتفاضات التي حصلت 2009. على ذكر شكل الدولة، وتحدثت قبل قليل عن أن هناك جريمة يعني اقترفتها أمريكا، القوى الغربية المتحالفة في العراق. هناك الحقيقة موقف أمريكا متغير مما يجري في العراق. يعني مثلا قبل يوم تحدث بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وزير الخارجية الأمريكي باك بومبيو، قال إن هذا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يأتي للتغطية على القمع الوحشي الذي تقوم به الميليشيات أو وكلاء إيران ضد المتظاهرين. وهناك أيضا ملاحقات لزعماء الميليشيات، إما بإدراجهم على قوائم القوى الإرهابية أو بالعقوبات الاقتصادية أو حتى بالقتل كما جرى مع زعيم أو نائب زعيم ميليشيا الحشد المهندس وقاسم سليماني. هناك من يتحدث عن موقف أمريكي الآن متغير مختلف عما كان في المرحلة السابقة، فعلا؟ الصورة في الحقيقة أسوأ، لأن عادل عبد المهدي حينما تحدث مع بومبيو أصدر بيان ذكر فيه ما جرى في الحديث، ثم أصدرت الخارجية الأمريكية البيان الذي يشير إلى ما جرى الحديث، وكان الحديث بين التصريحين متناقضا إلى درجة يعني مخزية فيه من الكذب أو من التغاضي من قبل عادل عبد المهدي. بومبيو أخذ موقف متشدد مع عادل عبد المهدي، ليس فقط فيما يتعلق بالسفارة وإنما بالنسبة إلى قتل المدنيين، لكن يجب عدم نسيان أن ما تقوم به أمريكا حاليا السبب الرئيسي له ليس حماية المدنيين وليس الحفاظ على العرب ولا المسلمين، الهدف منه هو الإضرار بأمريكا بإيران. ونحن بالنسبة لنا كعراقيين لا يضرنا ذلك، بالعكس قد يعني إذا أرادت أمريكا أن تأخذ هذا الموقف من إيران فمرحبا به، بعد أن قامت بتدمير العراق وتسليمه إلى إيران آن الأوان لأمريكا أن تأخذ الموقف الذي تريده من قبل إيران، وفي ذلك على الأقل تخفيف للوطأة في العراق. لكن يجب عدم إساءة فهم، العالم الغربي يشعر بالحرج ليس حماية للناس. هذه البيانات التي أصدرت هذه بيانات على خجل، نتيجة للموقف السيء للدولة وللموقف المشرف للشهداء والانتفاضة في العراق. لذلك تحدث الغرب، ولكن ذلك لا يكفي، وممكن الحديث عما يمكن أن يقوم به الغرب في هذا المجال. نعم، أشكرك. وطبعا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو عبر سكايب وعبر الهاتف عن تصاعد الموقف أو المواقف الدولية الإيجابية من التظاهرات في العراق. فاصل ثم نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في تصاعد الاهتمام الدولي بالتظاهرات في العراق، لا سيما بعد استمرار القمع للمتظاهرين. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني والأستاذ صباح المختار من لندن. دكتور، هذا الدكتور رافع، الاهتمام الدولي بالتظاهرات خاصة الاهتمام الحقوقي، هناك بيانات يعني شبه أسبوعية من قبل العفو الدولية ومن قبل هيومن رايتس ووش توثق القمع والتنكيل وتنقل شهادات عن المتظاهرين المعذبين أو الذين كانوا مختطفين وبعد ذلك أطلق سراحهم. هل ارتقى هذا الجانب الحقوقي الدولي أو الاهتمام الحقوقي الدولي بالتظاهرات، أم ما زال الحقيقة دون مستوى الحدث وجسامة ما يتعرض له المتظاهرون؟ أستاذ ماجد،
جسامة ما تعرض له العراق من عام 2003 لحد الآن كبير جدا. نعم. الكارثة التي وقعت على العراق كارثة مهولة ولا يمكن تصويرها، ولا يمكن حتى يعني إذا ما وضعناها، دائما ما نقولها، إذا ما وضعناها، إذا استطعنا أن نلمها ونضعها على طاولة أمامنا هذه الكارثة ولينظر العالم إليها لشاب الوليد منها. نعم. يعني حجم الكارثة التي وقعت على العراق كبيرة جدا وعميقة ولا يمكن تصور أبعادها. وهذه الثورة من 21 الأول لغاية الآن يعني قدمت وواجهت تحديات كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة جدا جدا، وتواجه في كل لحظة تحديات يعني ربما واحد منها هو الموت. هو الموت للشباب اللي يتظاهر في كل الساحات، معرضين هم للموت يعني أكثر من أن يفقدون حياتهم. فبالتالي المواجهة كبيرة وعميقة. كل هذه البيانات، كل هذه المواقف الدولية للمنظمات وللدول لا ترتقي أبدا إلى أبسط مستويات ما تتعرض له هذه الثورة، ما تعانيه هذه الثورة، ما يعاني هؤلاء الشباب من 21 لغاية الآن. وهذا بالقياس إلى تظاهرات قامت في هونغ كونغ وفي أماكن أخرى أقل حدة، طلباتها غير شكل. هؤلاء الشباب يعانون من كارثة كبيرة ويطالبون بوطن. يعني الآخرين ربما يطالبون بفسحة من الديمقراطية، مطالب خدمية، ما أعرف تعديل في قانون، أي شيء آخر. لكن يعني حتى في فرنسا ما حدث جماعة القمصان الصفر وغيرها لا ترتقي إلى تظاهرات مثل التظاهرات العراقية. هذه فيها تحدي، إما أن يموت العراق ويستمر بموت هذا السريري وموضوع جثته على الطاولة الكل تقطع به وتساوم على وتقطع بأجزاء وتبيعها، أو يستطيع أهل العراق أن ينهضوا بهذه الجثة بهذا البلد مرة أخرى. القضية تحدي حياة وموت. فالشباب هذا اللي خرج لحد الآن، الأرقام الحقيقية أكثر من 1000 شهيد، ليس 600 وليس 400 وما أعرف إيش قد مثل ما تتحدث المنظمات. الآن أكثر من 1000 شهيد قدموا، 27,000 بين الشهيد وأكثر من 27 بين الشهيد وجريح، معوقين 5,000 معوق، الأربعة أشهر 3/4 الشعب العراقي في الشوارع ولا أحد يستجيب لهم، الكارثة كبيرة. فالعالم استجاب مع تظاهرات أخرى موجودة في أقصى الأرض باستجابة قوية، والمنظمات كانت تكتب بشكل يومي وتعري وتطالب وتضغط على مجلس الأمن. لكن ماذا حدث في العراق؟ كل هذه كل مع ذلك احنا يعني لماذا برأيك يعني هذا القصور أو التقصير أو قصور أو تقصير؟ هو تقصير. نعم، هو تقصير واضح جدا جدا وربما متعمد. اولا ربما لانهم يعني ما زالوا تحت هذه الصدمه والترويع اللي جاءت بها امريكا عام 2003 واللي هراوتها ما زالت مرفوعه على العالم، لانه هذا النموذج امريكي، هذا النموذج هذا النموذج السياسي في العراق المتهرئ في العراق، هذا الخراب والدمار، هذا النموذج الامريكي. فالعالم، كثير من العالم لديه شؤون، لديه مشاكل، يريد ان يبتعد عن امريكا، وهذا الثوره لائج لا يتصرف معه. لكن الان حتى امريكا، وما قاله الأستاذ صباح دقيق جدا، يعني أمريكا الآن يعني لا تهتم للشعب العراقي، لا تهتم لمصالح العراقيين، لحقوقهم، لهذه، نعم، لكنها لديها مناكفة، لديها خصومة، لديها صراع مع إيران، والعراق ورقة تضغط من خلالها على إيران. هذه الحقيقة، هي تنظر إلى العراقيين من خلال منظارها إلى إيران، إلى مصالحها مع إيران، إلى طلباتها مع إيران، إلى سياساتها باتجاه الإيراني، وبالتالي تخدمنا هذه القضية. نعم، فكل البيانات الآن ربما تتطور بشكل بطيء، أنا أتوقع أنها ستتطور في الأيام القريبة القادمة بشكل كبير، ربما ستأتي لحظة ستنفجر كل هذه، سنتحدث أيضا وربما عن احتمالية تطور هذه المواقف، لكن ما زالت هي دون المستوى، دون المستوى. دكتور ثامر العلواني، يعني على الرغم من هذه المواقف الدولية الرافضة والمدينة، وهناك بيانات من البعثة الدولية في العراق، هيومن رايتس ووتش، صليب أحمر، ويعني بيانات لسفراء غربيين للقمع الحكومي وقمع الميليشيات للمتظاهرين، لكن هذه الجرائم والانتهاكات واصلتها الحكومة وميليشياتها. يعني هذه المواقف الغاضبة أو الرافضة لم توقف الحكومة
وحتى يعني هي لم تكبح جماحها الحقيقة، لم تخفف من اندفاعتها، لما؟ أخي الكريم، أولاً لابد أن ننظر إلى التصاعد الدولي، ما دام أنه إحنا نتكلم بالتصاعد الدولي. نعم. في بداية الانتفاضة لم تجد الانتفاضة دعماً وتأييداً لحراكها ومطالبها، بالأخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإقليمية. لكن بعد فترة لما أصر المتظاهرون إصرار كبير أجبر العالم كله على الرضوخ أمام عزم المتظاهرين، ولذلك صدرت هذه البيانات والإدانات المتعددة للحكومة ضد الحكومة والميليشيات. طبعا آخر تصريح للسفارة الأمريكية أظن يوم أمس طالبت بمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، محاسبتهم. أيضا اتهم 16 دولة مثل ما تفضلت حضرتك وبين التقرير، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، القوات الحكومية والفصائل المسلحة بالعراق بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. بعثة الأمم المتحدة في بداية الأمر كانت تمسك العصا من المنتصف، أجبرت فيما بعد على أن ترضخ لمطالب المتظاهرين وأن تدين الانتهاكات بحق المتظاهرين. لدينا أيضا منظمات حقوقية وإنسانية دافعت عن حقوق المتظاهرين. بالطبع الموقف الدولي لا يرتقي ولا يتناسب مثل ما تفضل دكتور رافع مع حجم الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق المتظاهرين، لأن المتظاهرين يتعرضون يوميا إلى استخدام مفرط القوة. إلى الآن مثل ما تفضلت حضرتك وصل تقريبا 1000 قتيل وأكثر من 25,000 جريح. طيب لماذا لم تردع كل هذه المواقف الدولية الميليشيات والحكومة عن أن تقف عن ارتكاب الجرائم؟ والمفارقة اسمع لي دكتور ثامر، أنه الأمم المتحدة بعد 4 أشهر وإلى يعني بعد 4 أشهر من التظاهرات هي والمنظمات الحقوقية وحتى البيانات الرسمية الأمريكية وغيرها تطالب الحكومة بملاحقة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، والمتظاهرون كلهم أجمعون يتهمون الحكومة وقواتها وميليشياتها أنهم هم من يقتلهم، هم من يطلق عليهم الرصاص. وهذا أيضا موثق الحقيقة في يعني مئات بل آلاف المقاطع الفيديوية والصور التي تظهر قوات أمنية بسيارات وعجلات رسمية وهي تطلق الرصاص. يعني هذا الإصرار، يعني هل المجتمع الدولي ومنظماته والحكومات الرسمية فعلا لا تعلم أن من يقتل المتظاهرين هم الحكومة وقواتهم وبالتالي تطلب منهم ملاحقة قتلة المتظاهرين؟ لا قطعا، هناك ازدواجية بالموضوع. نعم. ونحن نعلم والشعب العراقي يعلم والمتظاهرون يعلمون أن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي متواطئة مع الحكومة الحالية، وقد رفع المتظاهرون ونددوا بهذه البعثة. أنا أريد أيضا أن أشيد بموقف ما وثقه مركز جرائم الحرب في العراق. نعم. هذا المركز قام بما عليه من توثيق الجرائم حكومية قامت بها القوات الحكومية وأيضا الميليشيات. نعم. أرجع إلى سؤال حضرتك. نعم. هو لماذا لم يوقف هذا التنديد وهذه المواقف الجرائم والانتهاكات بحق المتظاهرين؟ نعم. هذا الأمر يمكن دراسة من جانبين. الجانب الأول هو خاص بمرتكبي الجرائم والانتهاكات اللي هو الطرف الحكومي، قوات الأمنية، الميليشيات المنبثقة من الأحزاب الموالية لإيران. هذه للأسف تتعامل على أنها عصابة وليست دولة لها قوانين وأعراف وحقوق وواجبات. لا يتعاملون على أساس منطقي، وإنما يتعاملون على أنهم عصابة تسلطت على رقاب العراقيين، وهي تنهب وتسرق وتقتل. والعصابة عندما ترتكب هذه الجرائم لا تفكر ولا تلقي بالا إلى أي تهديد أو إلى أي قوانين أو إلى أي بيانات دولية، لأنها تعتمد على مبدأ القوة في إنهاء مشاكلها، وهذا ما تتعامل به حكومة بغداد وميليشياتها والأحزاب المنضوية تحت العملية السياسية. بمعنى أن الشعب العراقي لا يمكن أن يتخلص من مآسيه إلا بإزالة النظام القائم ومحاكمة المجرمين والمفسدين. هذا الجانب اللي هو جانب المرتكبين للجرائم والانتهاكات. الجانب الثاني اللي هو الجانب الدولي والأممي، للأسف نقولها للأسف مثل ما تفضل الضيوف الكرام،
هذا الجانب ليس جادا بما يكفي في تصريحاته وبياناته ومواقفه. نعم. وإنما بسبب الضغط الشعبي والحشود الكبيرة للمتظاهرين أحرجتهم، جعلتهم يخرجون بتصريحات وبيانات إدانة، لأن السلمية كانت عنوان واضح للمظاهرات، خصوصا حشود الطلاب التي جابت الشوارع والميادين. الجانب الدولي خطواته بطيئة ويتحرك بما يتوافق مع مصالح الذاتية، وهذا يحتاج وقت، لكن أن هناك إدانات ممكن تتصاعد إلى المسؤولين الذين يملكون جنسيات مزدوجة. أشكرك على ذكر طالما ذكرت قضية المواقف الدولية وتصاعدها. أستاذ صباح المختار، يعني هذه الممارسات القتل اليومية جهارا نهارا بالصوت والصورة من قبل القوات الأمنية، من قبل الميليشيات وفرق الموت، هل يمكن أن تقوض هذا الدعم السخي الذي حظيت به العملية السياسية من عام 2003 إلى اليوم؟ هذا الدعم المتعدد، سياسي، مالي، عسكري، أمني وغير ذلك، من الممكن أن يتراجع، أن يقوض، أن العالم قد يصل إلى قناعة راسخة أن هذا نظام ميليشياوي لا يمكن أن يكون نظاما حقيقيا، نظاما سياسيا ليحكم بلدا مثل العراق حقيقيا، فينفض ويغسل يديه منه الآن؟ لا شك أن الموقف الذي تتخذه الميليشيات على وجه الخصوص والدور الإيراني الكبير، سواء كان عن طريق الحكومة مباشرة أو عن طريق الميليشيات، سواء كان مقتدى الصدر أو غيره، هذا الدور ينظر إليه في الغرب على أنه دور إيراني، وبالتالي هذا هو الذي سيؤدي في تقديري أن تزيد حزة الرفض الغربي لما يجري في العراق. هذا من ناحية. من الناحية الثانية يجب أيضا فهم أن الدول الغربية لا تزال تعتمد على المصالح. العراق هناك انتفاضة وهناك شهداء يذهبون، ولكن هذه الدول لا تزال تتاجر مع العراق، تبيع وتشتري في الصناعة وفي النفط وفي الصحة وفي كل المجالات، وبالتالي الجانب المادي هو جانب مهم لها، في حين أن المتظاهرين هم أشخاص شهداء يذهبون، لأنه مع الأسف يعني هكذا ينظر إليه في الغرب، لكن المصلحة الوطنية لفرنسا أو لبريطانيا أو إيطاليا أو أمريكا هي أن توقع عقود واتفاقيات مع وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة التجارة إلى آخره. لكن التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر الذي أصبح واضحا جليا للجميع، هذا هو الذي سيزيد الموقف الغربي تشددا. وأعتقد أن هناك على الأقل ثلاثة أدوار يمكن للغرب أن يفعلها. أولا الجانب التجاري فيما يتعلق بهذه الدول، قوانينها لا تسمح لهذه الدول أمريكا وأوروبا أن تتاجر مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، والحكومة العراقية تنتهك حقوق الإنسان جهارا نهارا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تستطيع هذه الدول أن تؤثر في الضغط السياسي، قد لا نعرفه نحن وقد لا يعرفه المتظاهرون، ولكن حينما يتحدث بومبيو إلى وزير الخارجية أو إلى رئيس الوزراء العراقي يقول، يستطيع أن يقول له ما لا يقوله في العلن، وكذلك بالنسبة إلى بقية الدول. لكن يجب أن نكون حذرين أن لا يتم تدويل المشكلة العراقية. هناك التجربة السورية التي بدأت انتفاضة سلمية، ولكن أصبح الضغط هل عالي بدرجة أن الناس اضطرت أن تدافع عن نفسها باستعمال القوة، ثم أصبحت سوريا هي ساحة الصراع الروسي الأمريكي التركي إلى آخره من هذه المواقف. لذلك يجب أن نكون حريصين، نعم نريد تدخل وحماية دولية، ولكننا لا نريد تواجد قوات أجنبية، لا نريد استبدال الاحتلال الأمريكي باحتلال إيراني ثم العودة إلى احتلال أمريكي. لكن من المؤسف يجب أن أقول، وهذا حالة مؤلمة بالنسبة لي، أن هذه الأمة العربية وهذه الأمة الإسلامية كأن هؤلاء الشهداء لا ينتمون إليهم، وليس يعني من غير المعقول أن يقوم 16 سفير دولة أجنبية مسيحية أوروبية أمريكية باستنكار ذلك، ولا تقوم لا الجامعة العربية ولا الدول العربية، سواء كانت الدول التي تدعم أو الدول التي لديها محطات تلفزة
أو المواقف السياسية التي تتخذ. هذه حالة مؤسفة، ولكن يجب أن نكون حذرين، وأن هذه الثورة لن تنتصر إلا بأبنائها. الغرب لا يستطيع أن ينصر هذه الثورة، نحن الذين سننتصر، الغرب عليه أن يساعدنا، ولكن هذه ثورتنا وليست ثورتهم. دكتور رفع، نشكر الأستاذ صباح، وصلنا إلى نقطة الموقف العربي الرسمي وهذا الصمت المطبق لحد الآن على الرغم من مرور 4 شهور على هذه التظاهرات. هناك آلاف القتلى والجرحى، العالم بدأ يتحرك على الأقل ببيانات دول غربية، منظمات حقوقية، لكن يلاحظ في الجانب العربي الرسمي هناك صمت المقابر إذا صح التوصيف. لما هذا الموقف الرسمي؟ يعني موقف إدانة، موقف رفض، موقف تنبيه على الأقل؟ أستاذ ماجد، النظام العربي الرسمي عموما مصاب بلوثة، ولوثة عقلية، هو فيه خلل كبير. هذا ليس جديدا، هذا من سنوات طويلة، من عقود طويلة. يعني حتى الجامعة العربية هذه التي تمثله هذه جثة ميتة، يعني خير ما نفعلها أن ندفنها لأنها لا تعني شيئا. يعني الآن عندما تفكر حتى في موقف الجامعة العربية، عندما تفكر في موقف، تفكر أول شيء أنه هذه الدولة الفلانية إذا ما اتخذت موقف أو بيان ضدها ربما تمنع المساهمة السنوية عني، وهذه المساهمة فيها موظفين موجودين في هذه في دوائر الجامعة العربية يجب أن يأخذون مرتباتهم، وهذه جزء من مرتباتهم، جزء من سفرات، جزء من سفرات الأمين العام الجامعة العربية وموظفيه. وبالتالي الجامعة العربية مجرد جمعية الخدمات الاجتماعية، ومجرد يعني جمعية تقيم بسفرات للترفيه حتى، لأنه لا موقف لها ولا أحد يحترم موقفها، وليس لها موقف حتى في كل القضايا العربية اللي موجودة، وخاصة موقفها من العراق، من احتلال العراق لغاية اليوم، وحتى قبل احتلال العراق، حتى في حصار العراق لم يكن لها موقف واضح. الآن مثل ما أشار الأستاذ صباح، 16 دولة، 16 سفير أو ممثل لدولة غربية تتحدث عن مصيبة كبيرة بالعراق، لكن كل العالم العربي في صمت، العالم الإسلامي في صمت مطبق. هناك خلل بنيوي في النظام العربي الرسمي، هناك عدم قدرة على الرؤية الصحيحة، عدم قدرة على تقدير السياسات، على رسم السياسات والتوجهات والأمن القومي العربي والأمن القطري حتى البلدانها. يعني من يدافع عن العراق اليوم يدافع عن العراق عربيا، هو يدافع عن نفسه. يعني هذه لا يفهمونها. إذا ما العراق وصل إلى الحد اللي تحكمه هذه الميليشيات الإيرانية بهذا الأسلوب وبهذه العنتريات وبهذه النزعة الانتقامية، بهذه النزعة التوسعية، هذه الدول كلها على 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 جدرانها، على حدودها، على حتى في داخل مخادعها، نيران ستشتعل. وهذا ليس تحليل دكتور، هذا واقع حال، تهديدات صريحة ضد الدول العربية، هذا واقع حال. فبالتالي هذا النظام العربي لاهي في واد آخر حقيقة. هذا نعم يحدث غصة، يحدث، لكن يعرفون أهل العراق، يعرفون منذ بداية الاحتلال، عندما أعطوا المقعد لدولة تحت الاحتلال، عندما أعطوا المقعد لحكومة تحت الاحتلال، بريمر يحكمها الحاكم الأمريكي، وأعطوا مقعد العراق لها. نعم. ماذا يعني هذا؟ يعني هذه الجامعة العربية وممثليها العرب في وادي آخر لا يهمهم لا أمن قومي ولا أمن عربي ولا أمن حتى ذاتي ولا أمن بلدانهم، لا يعنيهم، لأنه لو يعنيهم أمن بلدانهم لتحركوا لنجدة العراق، لتخليص العراق مما يعانيه، لوقفوا مع العراق طوال هذه السنوات. هم بالعكس يسرعون، يهرولون، يفتحوا سفاراتهم ليدعموا هذه الميليشيات، ليدعموا، هم يقولون، يتحدثون عن معاداة إيران وتهديدات إيران لهم، وبالتالي يركضون ليدافعوا عن حكومة هي ربيبة وصناعة إيرانية بحتة، وهم يعرفون هذا الموضوع. نعم. ولديها ميليشيات إيرانية تدافع عن فكر إيراني، يعني قضية خارج العقل، خارج المنطق، خارج التوجهات. فبالتالي لا تحدثني عن موقف عربي، والشعب العراقي الذي ثار، هي هذه الخلاصة، الشعب العراقي الذي ثار من البداية لم يفكر بدعم دولي ولم يفكر بدعم عربي. هذه القضية يعرف أن من يستخلص حقوقه هو الشعب نفسه، ويعرف أن لا يحك ظهرك مثل ظفرك، هذه يعرفها الحقيقة.
وبالتالي هم اعتمدوا على أنفسهم، لكن في نفس الوقت هم يرجون من العامل الدولي أن يتدخل أن يأتي، وسيجبرون العامل الدولي للقدوم. نعم مثل ما تحدث الأستاذ صباح هناك مصالح وهناك نعم هذه المصالح، لكن في لحظة معينة ستوقف هذه المصالح، هذه الدول بالذات ستجد نفسها أمام معادلة واضحة، كلفة دعم هذه الحكومة عالية جدا، ولذلك يتوقع ذلك هذه الكلفة تتطور المواقف الدولية ستنعكس باتجاه الدعم المتظاهر. نعم دكتور ثامر، يعني ما دامت الحكومة مصرة على نهج القمع والبطش والتنكيل بالمتظاهرين السلميين، المتظاهرون مصرون وطبعا ثابتون وصامدون في الساحات، مصرون على أهدافهم بقلع العملية السياسية ورحيل كل أحزابها، مع دوامة هذا القتل، مع هذا الصمت العربي الرسمي تحدث عنه الدكتور رافع الفلاحي، هل يتوقع في المرحلة القادمة أن تتطور المواقف الدولية الإيجابية من التظاهرات في العراق وتنتقل إلى مرحلة أخرى تغادر مرحلة الشجب، مرحلة التوثيق، مرحلة الغضب، مرحلة الرفض، إلى مواقف أكثر حسماً أكثر حزماً؟ لا شك أن المجازر التي قوات الحكومية والميليشيات ممكن أن تغير الوضع في العراق، ممكن، أنا لا أقول أنه هذا يعني يقينا، ممكن أن توقف الدعم الدولي لحكومة بغداد، خصوصا بعد التصاعد المواقف التي سمعنا بها والتي صرحت بها بعض الدول. يمكن أن نعتبرها هذه المواقف نواة لمواقف غربية، مواقف عربية لاحقة تضغط باتجاه إعادة تشكيل الوضع برمته في العراق. هذا ممكن خصوصا بعد الرسائل التي أرسلتها واشنطن إلى مرجعية النجف الأزبكستاني عن طريق ممثلة الأمين العام المتحدة، وأيضا ممكن من خلال قتل سليماني في العراق وقتل أكبر شخصية ميليشياوية في العراق، وجود إيران كدولة راعية للوضع القائم وسيطرة الاقتصاد العراقي والأمن في العراق يجعل الأمور طبعا نوعا ما صعب، لكن هذا كله الآن يعتمد على استمرار المظاهرات بكثافة والإصرار عليها لغاية تحقيق المطالب. هذا ممكن محليا ويتوافق مع رغبة بعض الدول التي تريد العراق أن يستعيد استقلاليته وهيبته ويكون دولة ذات سيادة مؤثرة في المنطقة، ولا يريدونها أن يكون بعض الدول ولا يريدون أن يكون أداة تستخدمها مصالح إيران. في ظل تعجرف النظام الميليشياوي في العراق، تجاوزه كل الخطوط التي وضعت له التي حرمت أن يتجاوزها، من استئثار بالسلطة، منها الحكم، فرض سيطرته بالقوة على الجانب السياسي والأمني والاقتصادي بتوجيه إيراني، لأن الميليشيات الآن مرتبطة بإيران بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وهذا واضح من خلال تصريح الميليشيات نفسها. الأيام أثبتت من خلال الرسائل الأمريكية والإيرانية على الأرض العراقية أنه ممكن حصول أي شيء مستقبلا في العراق. أشكرك دكتور ثامر. بهذا مشاهد الكرام نصل لأختام هذه الحلقة التي بحثت في تصاعد الاهتمام الدولي بتظاهرات العراق ثورة تشرين. كان معنا فيها كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني منسق أو مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وعبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.